اهلا بيكم متابعي قناتي قناه ياسمين في اليوتيوب واخبار النجوم. بسمه وهبه تهين احمد عاشور مراسل مجله ليالينا اللي بالامارات، كان بيكلمها من خلال مداخله هاتفيه مع برنامج 90 دقيقه. سالته سؤال كان عادي جدا، ولكن اجابته عليها خلاها رد غريب قوي. الحقيقه الرد ده كان رد صادم، وبعد الرد ده راحت قافله في وشه السكه مباشره بعد اهانته. طب ايه اللي حصل وايه السبب؟ الحقيقة بسبب محمد فراج وعمر هلال، المخرج عمر هلال. طب أصل الحكاية إيه؟ هنتابع مع بعض بعد الفاصل. اللايك بقى اللي يخلي الحلقة توصل لأكبر عدد من الجمهور. تابعوني بعد الفاصل، هنرجع ليكم مرة تانية. بداية القصة مع نزول فيلم فوي 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 لمحمد فراج، وتعمل مؤتمر صحفي بعد عرض الفيلم. أثناء المؤتمر ده بقى الصحفي أحمد عاشور مراسل مجلة ليالينا سأل سؤال مهم جدا. السؤال ده كان عن نهاية الفيلم، وهل إن الفيلم بيقدم دعوة لسفر الأبطال الرياضيين للخارج؟ فالإجابة الحقيقة كانت إجابة صادمة جدا، واتقال كلام الحقيقة كلام صعب جدا، ولكن اتقال على سبيل الهزار. تعالوا نسمع مع بعض جزء صغير جدا من الكلام اللي اتقال، ولكن مش هنقدر طبعا نعرض الكلام كله. فهل الفيلم انتم مش قلقانين انه يحصل انه يتقال ده دعوة لان الفيلم بيشجع على ان الرياضيين تهرب، لان الناس كانت حياتها حلوة برا، كان النهاية كانت سعيدة قوي نقدر نقول؟ فاقدر ارد انا على الحتة دي؟ لا، هو انا عمر من غير ما يعني هرد عليك انت، بس مش عارف ده هيحرق بقى على الجمهور اللي هيقرا، ولكن انت شفت ان النهاية بتاعتهم كويسة؟ يعني لو انا بشتغل بمسج رجالة، هو لو انت حابب النهايات ممكن تعيشها. ده راجل شغال ممثل افلام، فين بقى اللي حلو في الموضوع؟ انت كنت في قاعة كام اصلا؟ وزي ما سمعنا بعد المؤتمر الصحفي ده، وسمعنا طبعا رد عمر هلال المخرج اللي انتوا شفتوه معايا، ورد محمد فراج. الحقيقه الموضوع كان داخل في دور الهزار، وما كانش يناسب ابدا مؤتمر صحفي يتقال فيه كلام زي ده، كلام والفاظ خارجه. ومن هنا بقى الدنيا قامت ما قعدتش، واعتبرت الجماعه الصحفيه ان دي اهانه للصحفي احمد عاشور، بل اهانه للصحفيين كلهم. ومن هنا بقى الكل انتقد الكلام ده، وخرج بعد كده عمر هلال واعتذر عن الموضوع ده وعن الكلام اللي قاله، وقال ان هو اول مره يقوم بالرد على الناس، يقوم بالرد من خلال مؤتمر صحفي، واول مره يعتبر يعمل حوار. قال انا جديد يا جماعه في الموضوع ده وسامحوني، وقدم اعتذاره لكل الصحفيين. ولكن الحقيقة محمد فراج مش أول مرة يرد بالطريقة دي. محمد فراج معروف عنه أنه عنده موهبة ممتازة جدا، وبالفعل هو شاطر جدا في التمثيل، ولكن أحيانا بيخونه الرد وبيرد بغرور جدا، وده رأي بعض الجمهور. والحقيقة ده بيحصل لما أي حد بيسأله عن فيلم أو أي عمل فني يقدمه، أو حتى عن أي عمل فني تاني، رده بيكون أحيانا في شيء من الاستعلاء. علشان كده نتمنى أنه هو يراجع موقفه. الف خير. مش حاسس ان الاسم غريب شويه على مصر؟ هي كلمه اسباني وهي مشهوره في اللعبه، بس مش مهم يكون غريب او مش غريب، مش يفهمها. في تماس كده ما بين الفيلم وما بين سفاح الجزب، فكره الابطال المشاركين يعني. لا بقول لك ايه، انت اسئلتك غريبه. انت بتشتغل محضر او حاجه؟ انت ايه علاقه سفاح الجزب؟ لا انا مثلا حنان يوسف هي امك، هي ام فهمي. فايه يعني يا راجل؟ سمعت الكل يا راجل. بس الفقره الاهم معانا النهارده هو مداخله احمد عاشور، مداخلته مع بسمه وهبه ببرنامج 90 دقيقه، وانتقدت اللي حصل في المؤتمر. ولحد هنا كان الموضوع عادي جدا، ودخل معاها عمر هلال في مداخلة هاتفية، وكمان الصحفي أحمد عاشور، وعبرت بسمة عن اللي حصل دوا هو عبارة عن إهانة للصحفيين، وبالتالي بيرفضوا كل الكلام اللي اتقال من خلال المؤتمر. ولكن السؤال الأهم هنا لما سألت بسمة أحمد عاشور، حضرتك مقيد في نقابة الصحفيين؟ فرد عليها وقال لها، طب تعالوا نسمع مع بعض الأول ونشوف. أستاذ أحمد، ممكن أسألك سؤال؟ طبعا. حضرتك عضو نقابة الصحفيين؟ لسه والله، في للأسف. أنا بقى لي حاجة وعشرين بس هنا بقى النقطة. يعني أنت حضرتك مش محسوب على الصحافة. وهنا زي ما سمعتوا معايا ظهرت بسمة وهبة كأنها بتعاير أحمد عاشور إن هو مش محسوب على الصحافة، على الرغم إن هو اشتغل أكتر من حاجة وعشرين سنة. تعالوا نسمع ونكمل ونشوف باقي إهانة بسمة وهبة لأحمد عاشور. لسه والله لو شايفين ان انا حاجه و20 سنه شغل ما يخلونيش صحفي، ده ما عنديش مشكله.
ما هو اكيد في حاجة ان حضرتك لسه ما بقتش صحفي. زمايلك الاقل منك بقوا صحفيين ومتأيدين، اشمعنى حضرتك مش متأيد؟ واللي رد على بسمة وهبة هنا هو الاستاذ خالد البلش نقيب الصحفيين والاستاذ ايمن نور الدين، قالوا كلام الحقيقة كان رد قاطع جدا وله نفس المعنى. قال الاستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين ان هو بيطالب بسرعه تغيير القوانين، قوانين النقابه، وقال ان قوانين ولوائح النقابه اصبحت ظالمه وبهليه وعفى عليها الزمن ولازم تتغير، وعلشان ياخد عضويه النقابه اي صحفي لازم يتم تعيينه في جريده او مجله قوميه او حزبيه، وده شرط للحصول على عضويه النقابه. على الرغم من الصحافة الورقية في مصر وخارجها بالمقارنة بقراءة الصحافة الإلكترونية والمواقع الصحفية أصبحت نسبة ضئيلة جدا جدا وبيقل عددهم يوم بعد يوم. ده المفاجأة خطيرة جدا إن اللي بيحصل على عضوية النقابة في منهم لا يكادون يفقهون قولا وبيغلطوا حتى في الإملاء ودخلوا بالواسطة أو في غفلة من الزمن، لكن اللي بيمارسوا الصحافة الحقيقية هم أصحاب الخبرة وأصحاب الموهبة مش أعضاء النقابة، على الرغم من ممارستهم للعمل الصحفي بجدارة لمجرد ان حظهم العاسر هو اللي منعهم من العمل في صحيفه ورقيه. وده رده وردنا على بسمه وهبه. اظن المفروض ان هي تكون عارفه الكلام ده، لان الكلام ده معروف لاي صحفي مبتدئ. حاليا في مجله ليالينا في دبي. ليالينا في دبي بالظبط. يعني مش صحافه مصريه. غلطت يا جماعه في الاتصال بصراحه. لحظه بس. انا بعتذر للسادة المشاهدين والسادة الصحفيين لأن الأستاذ أحمد عاشور ليس مقيد بنقابة الصحفيين ولا يعمل في أي صحيفة مصرية ولا جريدة مصرية ولا أي موقع مصري، وهو الحقيقة من الواضح أنه بيمثل نفسه. عايز ارد على الاستاذه بسمه وهبه واقول لها ان كتير بيعملوا بالمجال الصحفي او المجال الاعلامي وبيكون عندهم الموهبه والاحتراف بشكل كبير جدا، وعلى العكس ناس كتير بتعمل في جرايد قومية ومسجلين كأعضاء نقابة وما بيكونش عندهم الاحترافية دي وكمان الموهبة، أو يعني مجرد عمل فقط، وممكن كمان ما يكونوش ناجحين بالمرة كإعلاميين أو صحفيين. النجاح عامة في الصحافة أو الإعلام بيحتاج للموهبة، بيحتاج القدرة على الوصول لعقول وقلوب الناس وكمان الكاريزما اللي بتوصل الصحفي أو الإعلامي لقلوب الناس. وعلى رأي نقيب الصحفيين والأستاذ أيمن نور الدين كمان لما قالوا ان في صحفيين كتير جدا واعلاميين ما يعرفوش حتى يكتبوا، والحقيقه كلام بسمه وهبه كان كلام مهين جدا لاحمد عاشور ولكل الاعلاميين والصحفيين. والجديد بقى ورد احمد عاشور ان هو هيتقدم بشكوى رسميه، شكوى رسميه لنقيب الاعلاميين طارق سعده. وفي الاخر نحب نقول لها ان هي اخلت بميثاق الشرف الاعلامي، وده لان من اداب الحوار، الحوار الاعلامي وحتى الحوار في الحياه العامه، ان ما حدش ينفع يقفل الحوار بالشكل ده او يقفل السكه في وش ضيف. هي كده أخلت بألف باء إعلام. يا ترى هيحصل إيه في الشكوى اللي هيتقدم بيها أحمد عاشور لنقيب الإعلاميين؟ والحقيقة الموضوع خد أكبر من حجمه. طبعاً كان لغاية اعتذار محمد فراج واعتذار عمر هلال كان الموضوع المفروض ينتهي، ولكن الحقيقة إهانة بسمة وهبة لأحمد عاشور هي الخطأ الحقيقي، وألقت الضوء بالشكل ده وألقت جرس الإنذار على اللي بيحصل مع الإعلاميين والصحفيين بشكل عام. لو ما كنتش عضو نقابي هيتم التعامل معاك باستعلاء ويعتبروك إن أنت مش صحفي أو إعلامي. ولحد هنا لازم يكون في قانون يحمي الإعلاميين والصحفيين بشكل خاص. الإعلام الإلكتروني بقى أهم كتير جدا جدا من الإعلام الورقي، وده لأن كل عصر له ظروفه وفي تطور، وبالطبيعي طبعا إن احنا نتطور، لكن القوانين للأسف قوانين عقيمة لغاية دلوقتي لسه ما اتغيرتش، نتمنى في القريب العاجل إن هي تتغير. بشكركم طبعا جدا جدا لحد هنا طبعا ننهي حلقتنا، وأتمنى دايما إن أسمع آراء متابعيني. مرحبا بكم دايما في قناة ياسمين في اليوتيوب وأخبار النجوم. We'll be right back.